قام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتفقد جداول الناخبين للانتخابات البلدية في مقر البلديات في المحافظات بحضور رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف عبد الله حمزة المدير التنفيذي للانتخابات والبلديات. وأكد الوزير خلف أن الوزارة ستشكل فرقا من كل بلدية لتسهيل إجراءات الدعاية الانتخابية وتوعية المترشحين والحصول على تراخيص الخيام الانتخابية وتوفير الدعم اللازم من قبل موعد الانتخابات بمتابعة مباشرة من وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفاتح، موضحا أنه سيتم العمل الفعلي للفرق فور الإعلان عن بدء موعد الدعاية الانتخابية. وأوضح الوزير بأن البلديات استكملت إجراءاتها واستعداداتها عبر الأجهزة التنفيذية لتنظيم وتنسيق العملية الدعائية والإعلانية للانتخابات البلدية المقبلة. الأمور الحمد لله مطمئنة، وهناك وعي كامل وجدناه من الحضور، واليوم خاصة في استخدام الرابط الإلكتروني أصبح في من السهولة على أي مواطن ومواطنة من التأكد من وجود اسمه ضمن القوائم الانتخابية. طبعا هذه المتطلبات وعرض هذه القوائم هو متطلب دستوري، وذلك ما نتقيد فيه. الهدف من هذه الزيارة هو التأكد من سير الإجراءات المتعلقة بالانتخابات البلدية، وبالتحديد فيما يتعلق بعرض جداول الناخبين، حيث أن القانون اشترط على أن تعرض هذه الجداول في مقر البلدية لمدة 7 أيام، طبعاً اللي يكون من خلالها لأي شخص كان أنه هو يتأكد من وجود اسمه في هذه الجداول. حقيقة الأمر أن كانت زيارة تفقدية فيما يتعلق بمدى تطابق الإجراءات مع القوانين المطبقة بالنسبة لقانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وفي نفس الوقت بالنسبة لتيسير وسهولة الإجراءات اللي احنا دائما حريصين ان احنا نتأكد منها في هذه العملية اللي يعني لأول مرة نستخدم فيها العرض الإلكتروني. فضل من الله سبحانه وتعالى، اعتقد لهذه اللحظة العملية ناجحة.